السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج توضيح، علي هناك بعض الأشياء التي كان علينا أن ندمجها في مكونات غذائية، ولكن لا يمكن أن تكون هذه من جملة المكونات الغذائية، لأن على الأقل نوضح حقيقة هذه الأشياء وهي تعتبر من المضافات الغذائية. نتكلم في هذه الحلقة عن مكون الأوليسترا، وهذا المكون الأوليسترا هو واحد دهن سائل اصطناعي 100% لا يوجد في الطبيعة، وأن الدهون التي توجد في الطبيعة هي غليسيرول مع حمضيات دهنية، طبعا ثلاث حمضيات دهنية مع جزيئات الغليسيرول كتعطي تريغليسيرايد، وهي الدهون الطبيعية التي توجد في الطبيعة. أما الأوليسترا فهي حمضيات دهنية، يعني تثبت على جزيئات السكروز، هذا سكروز، السكروز هو سكر المطبخ هذا الذي نضعه في الشاي، فهذه الجزيئات تثبت وهي لا توجد في الطبيعة، وهي جزيئة كبيرة الحجم بمعنى أنها لا تهضم ولا تحل، يعني لا تحلل بالأنزيمات هذه الليبيز، وبأنها يعني تدخل للجسم وتخرج يعني وترمى. وهذه الأوليسترا هي ممنوعة تقريبا في كل الدول، يعني المنظومة الأوروبية تمنع الأوليسترا، اليابان كذلك، كثير من دول أستراليا إلى آخره، هذه دول تمنع الأوليسترا ولكن مسموح بها في الولايات المتحدة فقط. فعلي إخوان اللي كيعيشوا في الولايات المتحدة يعرفوا بأن هذه مصنفة من الدايت، يعني المكونات التي لا تعطي طاقة. طبعا جميع المكونات التي لا تهضم لا تعطي طاقة، يعني تكلمنا على الأسبارتيم، تكلمنا على الأزيسولفان بوتاسيوم، تكلمنا على السايكلامايد، تكلمنا على التوماتين، السكرالوز، هذا يعني السويتنرز، السكريات الكيماوية المصنوعة، يعني الإنسان هو الذي صنعها، لا توجد في الطبيعة، هذه أشياء لا توجد في الطبيعة بمعنى أن الجسم لا يعرفها، ليس لديه أنزيمات كي يحللها، لأن الجسم لديه أنزيمات تحلل الأشياء التي خلق الله في الطبيعة، من سكريات، من بروتينات، من دهون، من كل الأشياء هذه التي يحللها الجسم، ولكن هذه الأشياء التي صنعها الإنسان هي التمثيل الكيماوي، يعني الكيميكال سانتيزيس، وهذه المكونات هذه هي مكونات كيماوية 100% من صناعة الإنسان. وهي لماذا صنعوها؟ صنعوها كمكون لا يهضم بمعنى لكي لا يعطي طاقة، أشخاص اللي عندهم زيادة الوزن، أشخاص اللي عندهم مشاكل مع الكالوريات. وكانت في وقت ما أن يعني الصناعة بدأت يعني تصنع هذه المكونات التي لا تعطي طاقة، وهي مكونات لا تهضم، لا تعطي طاقة. جميع الدايت هذه والله وزيرو كالوريات، الأشياء هذه كلها تكلمنا عليها، هذه أشياء هذه مصنعة كيماويا لا توجد في الطبيعة بمعنى أن تدخل الجسم وتخرج، إذا تحللت فتعطي أشياء خطيرة، تحلل هذه المواد يعطي أشياء خطيرة. وهذا يعني هذا الأوليسترا هي جزيئة كبيرة بمعنى أنها لا يعني تذيب الفيتامينات وتذيب الأملاح في يعني في الجهاز الهضمي، وتضيع الفيتامينات التي تذوب في المواد الدسمة مثل الفيتامين إي، فيتامين كي، وفيتامين دي، يعني هذه الفيتامينات هذه التي تذوب في الدهون اللي هي التوكوفيرول، اللي هي الفيتامين كي، اللي هي فيتامين دي، هذه تضيع 100% لأنها تذوب في هذه الأوليسترا. هي الأوليسترا معروف عليها أنها تخفض الكالسيوم في الجسم، وبأنها يعني تخفض كذلك امتصاص هذه الفيتامينات، هي تضيع الفيتامينات 100%. وهذه الأوليسترا هي التي تتسبب فيما يسمى بالأنجليزية الفيكول ليك، هذه يعني الفيكول ليك معناه أن هناك سيلان، هناك يعني هذه مواد برازية يعني قد تخرج من الإنسان بدون أن يشعر، تكون عند الأطفال، تكون عند عليين، عند الأشخاص المسنين، يعني باحثين عليين، هناك أبحاث يعني أجريات الباحثين ونحن منهم، ما يقول الشخص أين يعني ريفرنس، نحن ريفرنس، يعني هذه المرجع هو نحن المرجع، نحن كذلك باحثين. فهذه الأشياء يعني من السبعينات والثمانينيات هي عليين، هذه الأشياء هي صناعة اللي تقدمت بكثرة في السبعينيات، بين السبعينيات هي فين كان يعني أكبر عدد تمثيل الكيماوي تقريبا هو فين كان هذه، والصناعات الغذائية يعني اعتمدت على هذه الأشياء بزعم زيرو كالوري، بزعم دايت لايت، وجميع الناس اللي كي يأخذوا مكونات دايت أو لايت اللي كنسميوها لايت، هذه المكونات فليعلموا أن هذه الأشياء هذه لا توجد في الطبيعة، بمعنى لا تهضم، بمعنى الجسم لا يعرفها، بمعنى لا يمكن ألا تخرب الجسم من الداخل، يعني باش لكي نعطيها أشياء بسيطة في يعني في التفسير، أشياء فيزيولوجية والميتابوليك استقلابية في الأيض داخل الجسم، وكيف الجزيئات وكيف الأنزيمات يعني تحلل هذه الجزيئات، وكيف تمتص على مستوى القولون على الخلايا البيطاء للقولون، هذه أشياء، هذه دروس يعني تدرس في الجامعات وليس للناس، الناس يجب أن نعطيهم معلومات مبسطة.
وهذه المعلومات يعني لا يعني علي، هناك اشخاص يعني نحن نتكلمنا على الاغنوطولوجي، علم الكذب وعلم التشكيك وعلم الجهل. تكلمنا على الاغنوطولوجي ان كل الاشياء الان ستصبح اغنوطولوجي، يعني اي حقيقه ثابته سيشككون فيها، حتى وجود الكون سيشككون حتى في وجود الكون. فهذا الاوليسترا هو معروف، هذا الدهن يستعمل في كثير من المكونات الغذائيه يعني في الولايات المتحده على الخصوص، ولكن لا نقول الولايات المتحده هكذا، ولكن كل الصناعات الان في الدول التي ليست لها قوانين، من دول العالم الثالث ومن الدول المشرق العربي والمغرب العربي، هذه الدول ليست لديها قوانين، قوانينها هي قوانين مستورده، نحن نعتمد اما على الكوديكس اليمونتاريس واما على هذه المسائل هذه، ولكن ليست لدينا قوانيننا نحن. يعني لما نقول اليابانيين يمنعوا شيء فهو قانون ياباني، اما لا يمكن ان نجد مثلا المغربي يمنع او الجزائر تمنع او العربيه السعوديه تمنع او من مصر، لا نجده ولن نجده، لان لهذه الدول ليست لديها قوانين اصلا، ولذلك نعتمد على مسموح به دوليا او الى اخره هكذا. كي علي كي نخفي الشمس بالغربال. فهذه الاوليسترا من الاشياء السنتيتيك 100% لا توجد في الطبيعه، تتسبب في مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. الاشخاص اللي عندهم هذه الفكر ليكين، هذه الفكر ليك، هذه على الاقل يعرفوا هذا الشيء، الناس اللي عندهم هذا يعني هذه الاشياء التي تخرج من الجسم بدون ان يشعروا، الاشياء التي يعني بدون شعور قد يجدون يعني شرف الله وقدركم بعض الاشياء يعني تلطخ ملابس داخليه هكذا العشي، فهذه اشياء عاديه. لان لماذا؟ لان الاوليسترا هو ليبريكانت، يعني هو طبعا دهون، وهذه الدهون تخلي هذه الاشياء هذه تخرج من الجسم هكذا بدون شيء. وها من جمله العلي الاشياء، يعني هناك اشياء اخرى مثل مثلا خفض الفيتامينات وخفض الكالسيوم. هو المشكل الان نحن نريد ان يستفيد الناس من الفيتامينات، هما الفيتامينات ناقصين في المواد الغذائيه، فاذا اخذناهم مع هذا المشكل ديال الاوليسترا هذه ماشي. هذه الاوليسترا هي اللي كيعملوها في الكريسبس هذه لي شيبس، وهي البطاطس هذه المقليه في الزيت صناعيه، وكذلك حتى في الدور هي التي يطبخون بها جميع الاشياء التي يجب ان لا يكون فيها دهون تهضم، يعني بمعنى لايت، هذه التي لا تعطي طاقات. وكما توجد في البيكين هذو، يعني الاشياء هذه المخبوزه، يعني هذه الخبائز توجد في الاشياء هذه المقليه في الزيت، توجد في كثير من الاشياء، ومع الاسف الاشياء التي يتناولها الاطفال مع الاسف. وقد توجد كذلك في بعض النقانق، يعني هذه اللانش ميتس قد توجد في بعض انواع النقانق، وقد توجد في المارغرينات، وقد توجد كذلك في بعض انواع الاجبان هذه الاوليسترا. فهذه المواد المصنعه، الاوليسترا توجد في المواد المصنعه، هي لا تباع هكذا، يعني الاوليسترا انما تباع للصنع وليس لهذا الاستهلاك. فهذا المكون الاوليسترا هذا هو دهن صناعي 100%، ونحن نوضح للناس ما هو، ويجب ان فالمستهلك له الحق في معرفة المعلومة، هذا حق مدني، هذا حق طبيعي، حق الطبيعي المستهلك، حقه الطبيعي أن يعلم الأشياء التي يشتريها يعني بماله والتي ربما تضر صحته. فطبعا يعني بما أن هناك دول قانون أوروبي وقانون ياباني وبعض الدول التي تمنع هذا المكون، وبأن مسموح فيها كل مكون مسموح في الدولة التي صنعتها، طبعا يعني مسألة مفروغ منها. فأنا يعني نحن نخشى على هذه الدول التي قوانينها هشة والتي ليست لها قوانين أصلا، أن تدخل جميع المنتوجات من الدول التي تمنع والدول التي تسمح، وهذا هو المشكل الآن اللي حاصل فينا. حماية المستهلك الآن يعني تصطدم بهذه الأشياء، يعني لما نقول بأن هذا الشيء بأنه يضر الجسم فالصانع يقول لك إنه مسموح به، يعني السوربيت مسموح بها والبي اتش تي مسموح بها والاكريلاميد مسموح بها ويعني الاسبارتام مسموح بها والمونوسوديوم جلوتامات مسموح بها والاوليسترا مسموح بها والبرومينيتد، هادو البرومينيتد والفيجيتال اويلز هادو اللي كيتعملوا في الخبز مسموح به والبليتشين مسموح به، يعني كل شيء مسموح به طبعا مسموح به هذه. فهذه الاشياء يعني نحن في المؤتمر الاخير حول الحلال، حول المنتوجات الحلال، فحذرنا يعني القوانين، وحذرنا حتى هذا الذين يتكلفون بشهادات الحلال، الذين يعني يعطونا شهادات الحلال، حذرناهم بعض المنتوجات لانهم يركزون على الخنزير وعن الحيوانات الغير مذبوحه، ولكن هناك اشياء مصنوعه لا توجد في الطبيعه، وكل ما يوجد في الطبيعه فهو يوضع مع الاشياء التي يجب ان لا تقبل في تغذيه الانسان. فيجب ان يرقى شيئا ما هذا يعني هذا الحلال والحرام، يجب ان يرقى الى درجه اكبر من العلوم. اما اذا بقي تحت العلوم فلن يكون هناك، يعني هنا تكلمنا عن صناعات الحلال وليس الحلال، الصناعات الحلال يعني المنتوجات التي تاتي من الصناعه وليس التي تاتي من الذبح او من هذه الاشياء. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.